مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نأنس برفقتكم في حلقة جديدة من لست وحدك. كانوا في بيوتهم وكانت بيوتهم تستر المعاناة وتخفف منها. لم تكن البيوت تمنع عنهم المرض، لكن هناك فرقا أن تكون مريضا في بيتك أو تكون مريضا في خيمة باردة. ولم تكن البيوت تشبعهم من الجوع، لكن الجوع في البيت بالقرب من مجتمعك ومكان عملك لا يشبه الجوع بعيدا داخل سور مدرسة لا يعرفك فيها أحد ولا يراك فيها أحد سوى أمثالك من النازحين من يشاركونك الجوع وينافسونك في الأنين من المرض. قصتنا اليوم من مدرسة في منطقة رأس العارة بلحج، مدرسة لكنها تؤوي نازحين من مديرية ذباب. عشرات الأسر تعيش كارثة إنسانية مفزعة، فمنذ 8 أشهر وهم محرومون من أي مساعدة إنسانية. هذه المأساة داخلها مأساة أخرى يعيشها الحاج سلال عبده. نشاهد هذا الفيلم ثم نعود. أنا اسمي سلال عبد محمد، كنت شغال في بحر الصومالية، وطلقت خبر لأنه ضربوا كاتيوشا قرب من البيت حكي، قتلت بنت من بناتي عمرها 13 سنة. وبعدين طلعت النزوح إلى صوماليا ونزحوا العوائل حكي، وقال 8 أشهر هنا وما في شي غازات ولا في حاجة. ثم رجعت إلى رأس العارة، الآن أنا في رأس العارة موجود. برضو لا حصلنا حاجة، جالسين على الله بس. وصلت إلى صنعاء، وصلت إلى عدن، تعالك وفي شوية سافرت إلى هندي. للهند اليوم 6 أشهر فوق القاعدة فرح. هذه عملية هنا، التهاب رئوي الآن والله. نحن نازحين من ذباب في مدرسة الطارق بن زياد الأساسية، لنا أكثر من 8 أشهر، لا مواد إغاثة، لا إعانات، ولا لجان تنزل عندنا. في أحيانا لجان تنزل تصور وتروح ما ترجعش. تقريبا أكثر من 30 أسرة داخل المدرسة هذه، بكثافة سكانية عالية، أطفال، مليان أطفال، يعني أكثر من تقريبا 70-80 طفل داخل المدرسة. جاء علينا أيام البرد الشديد هذا لا إغاثة أفرشة، لا بطانيات، لا مواد غذائية، عايشين يعني لا وظائف معانا. أغلبيتهم طبعا كانوا بحارة، وطبعا الآن بدون شغل، ما عاد عندهم شغل، لا مصدر دخل. مي ما فيش، مي حفرنا بئر هنا مالح، ما مالح اللي منه يعني يصبنوا الثياب، منه يعني الصبان المواعين، يعني حالة يرثلها. هناك منظمات إغاثية توصل للمنطقة هذه بس متخصصة بأصحاب الوزعية. نناشد هذه المنظمات، سواء منظمات كويتية أو دولية، أن تنظر بعين الأخ برضو. إحنا يعني برضو نازحين 8 أشهر، ولا يعني ولا شفنا لا إغاثات ولا إغذاء ولا يعني ملبس ولا يعني ولا مياه، حتى المياه يعني قطعت علينا. كانت معانا غازة، كيف نصلح؟ سود السامان وتتاني. نناشد المنظمات الدولية، نناشد منظمات الهلال الأحمر الكويتي، الأخوان في الكويت، الأخوان في السعودية، أنهم ينظروا إلينا بعين الأخ ويعملوا لنا حل المشكلة هذه. مشكلة السكن، مشكلة الغذاء، مشكلة الملبس، ومشكلة الدواء. هناك أوبئة انتشرت بين النازحين، كثير من الأوبئة. عندك هناك أمراض الأمراض الجلدية، أمراض الرب، عندنا في مرضى للضغط، في مرضى للسكر، في مرضى للقلب. احنا تعبانين، احنا مشردين، شي حاجة، احنا من المدرسة، احنا أطفالنا في ولادة، في حبالة، وفي مساكن، وفي عمية، وفي مشردين من كل موضع. احنا لما أحد هب لنا، احنا تعبانين، ما فيش عندنا، احنا مكالي.
هنا من كل موضع في المدرسة هذه إنهم حالتهم حالة. وما حال في شيء لا إنشاء طارق على أولاد أنا ما حل حنا. هنا نازحين هنا تعباني. هنا من كل موضع مشردين في كل موضع مشردين. ما فيش حد التفت لهم. نناشد جميع المنظمات إني تنظر إلينا بعنا العطف. نحن نازحين يعني مش وين نروح وين عاد نروح نرجع يعني نروح أبوخ أرحم لنا من بلادنا. ولا معنا شيء وتعبانين حالي ثلاث أرحم جالسين من مدرسة ذي تبطر على سعيد حنا جالسين كده بلا قرع ولا ولا سانا ولا حاجة كده مقام بارا حين تسبلنا دي الخيمة ولا فيها حاجة أنا وابني وبنا المان اشتري شريعة وخزان زلازال بخمسة احنا نازحين من ابناء مديرية الذباب لا يلفتوا علينا بأي حاجة كم منظمة يجي يسجلوا احنا لا يدوا لنا غاثة يسجلوا يدقلوا الرقابة يسجلوا احنا بلا حملة بناكل خبز وشاي كذا لا معنا حق عاكل ولا ما قاسي نطلب من الشوارع احنا ما بيش معنا أي حاجة يوم ملاقين الحارة لحد الآن استلمنا كيس بر بر حمر عادي مش بر حبوب حبينا لقوارنا الغنم كيف نسوي به ولا غير حاجة المأوى حم ما بيش معانا غاز ما بيش معانا حاجة وقالوا لنا يلا المقامة خرجوا خرجوا من داخل الذباب وخرجوا احنا بلا معانا أي شيء والآن يجت لنا أكثر من 8 شهور ولا منظمة تعطينا أي حاجة ليش؟ ناشد الهلال الأحمر أن يلحق علينا بنظر سريع على أي منظمة إغاثية تلحق حنا بسرعة سواء أن الإمارات سواء أن السعودية سواء من أي منظمة عدنان السيف أي منظمة وقدر الله صراحة أصحاب العار في يوم الخير إن شاء الله وقسم بالله أنهم تعزحنا نشد منظمات المجتمع المدني، المنظمات الإنسانية، المنظمات الإغاثية بنظر بعين العطف إلى هؤلاء النازحين من منطقة ذباب والموجودين في مدرسة طارق بن زياد في العارة منذ أكثر من سنة ونص بأنهم التفتوا إليهم لأنه ما فيش حتى الأكل، حتى الأكل ما فيش الأكل معهم. نتمنى أنه ينظروا إلينا بنظرة إنسانية ويعملوا حل سريع. لا معانا حق مأوى لا معانا حق غاز لا معانا حق اي حاجه الناشد المنظمات ان يساعدوا احنا او يرجعوا احنا للذباب يحرروا بلادنا احنا جلسنا بلادنا ومع السلامه لا عاد نشم نمشي والله يلحقوا احنا احنا لنا اكثر من سنه داخل المدارس فوق الناس يا جماعه الخير ارحموا احنا. منذ عشرات السنين يهاجر كثير من اليمنيين شبابا يقضون حياتهم في بلاد الغربة يصارعون الظروف ويرسلون لعائلاتهم ما تحتاجه الحياة يعودون بعد ذلك إلى بيوتهم التي بنوها من الغربة وبين أولادهم الذين قضوا حياتهم في سد احتياجاتهم لكن هذا الرجل كما رأينا عاد مريضا لم يجد بيته ولا بعض أهله كانت الميليشيا قد قصفت البيت وقتلت إحدى بناته أنقذ أسرته من الموت بنار القصف لكن للأسف لم يستطع إنقاذهم من الجوع في هذه المدرسة هذه ليست مسؤوليته وحده بل هي مسؤولية السلطة المحلية ومسؤولية منظمات الإغاثة ومسؤولية المجتمع ممثلا بالجمعيات الخيرية التي انتدبت نفسها لتحمل عن المجتمع أداء هذا الواجب الديني والإنساني. مشاهدينا الكرام فاصل قصير نعود بعده للاتصال بالمحامي والناشط الحقوقي عبد الناصر العربي لا تذهبوا بعيدا.
يمكن أن نسمح للميليشيات أن تتقدم شبرا واحدا. كل عام وأنا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي من عدن المحامي والناشط الحقوقي عبد الناصر العربي. مرحبا بك أستاذ عبد الناصر. أهلا وسهلا أخي. شاهدنا قبل قليل قصة النازح سلال عبده، وهو نازح فقد بيته وصحته وقتلت ابنته أيضا، ويعيش حاليا مع بقية أسرته في مدرسة بلا مساعدات من أي جهة منذ 8 أشهر مع بقية النازحين في رأس العارة بلحج، وهم النازحين من ذباب. نود أولا أن نسألك عن الحق في الضمان الاجتماعي للمواطنين، أليس من حق هذا المواطن يعني هو وشركاء المأساة معه، ألا يستحقون الرعاية في هذه الظروف وهي ظروف كارثية بلا شك، أم أن المساعدة هي من باب يعني الخير والصدقة والمساعدة وليست واجبا على المجتمع والدولة؟ شكرا جزيلا اولا لقناه بلقيس انها سلطت الضوء على هذه القضيه الانسانيه التي تعتبر قضيه مهمه وملحه في هذا الوقت وفي هذا الزمان، ولهذه الكارثه الانسانيه التي نعاني منها جراء الحرب الظالمه من الميليشيات الغاصبه للسلطه ومخلوعهم الخليع الذي ابرز كل انواع الغدر والخيانه لهذا الوطن. النازح حقيقة هو لاجئ داخلي اضطراريا، ويجب على الدولة وعلى المنظمات الدولية أن تقوم نحوه بالكثير، ليس فقط بإيوائه بل ضمان سلامته، ويجب الوقوف على تطوير الإطار القانوني لهذا النازح. نعم. إيجاد المأوى والمسكن والملبس والمأكل والمأمن ليكون في مكانه الحقيقي داخل المجتمع ولا يشعر أن يكون منبوذا. نعم. إذن يعني حالة العجز التي تعيشها الدولة الآن أستاذ عبد الناصر، هل من جهة أخرى يمكن أن تسد هذا الفراغ وأن تقوم بهذا الدور طالما أن الدولة تمر بظرف صعب يمنعها من الوصول إلى مواطنيها وتفقد احتياجاتهم وسدها؟ طبعا ليس هناك شك ان الدوله تمر بمرحله عصيبه نتيجه الحرب الظالمه والاغتصاب للسلطه، لكن عليها واجب اخلاقي وواجب انساني ان تقوم به، ومن خلال هذا الواجب الانساني والاخلاقي لابد ان يكون لها تواصل مستمر مع المنظمات الدوليه التي لابد عليها ان تقوم بدورها. نعم. والا لما قامت الامم المتحده والمجتمع الدولي والمنظمات الدوليه إلا التي تقوم بهذه المساعدة. نعم. إذن مسؤولة الدولة كما فهمت من حضرتك أن مسؤولية الدولة لا يمكن أن ترفع لمجرد عجزها، فعليها أن تتواصل مع المنظمات الدولية ومع المؤسسات الأممية لتقوم بسد الفراغ التي لا تستطيع هي يعني القيام بدورها فيه. بالتأكيد الدولة هي الفاعلة والعامل ما نسميه في الأجندة رقم واحد الذي يقوم بدوره الأساسي، وإن فقد دوره. نعم. لكن عليه أن يتوجه إلى المنظمات الدولية. نعم. لتكون سدا للفراغ. صحيح. أستاذ، كيف يمكن أن تقيم من وجهة نظرك عملية الإغاثة بشكل عام في مناطق النزوح؟ هل ترى أنها يعني في الحد الأدنى من الاحتياجات أم لك رأي آخر؟ أنا أرى أنها ما زالت في الحد الأدنى، لكن مع وجود العامل الإنساني والأخلاقي لدى بعض المنظمات المحلية
التي قامت بدورها لكنا في فاقة وعوز لا يعلم به إلا رب الكون، لكن نحن ما زلنا في طور التطوير فيما يخص هذا الجانب، لأننا لم نتعرض مسبقا لمثل هذه العمليات العسكرية والعمليات التي أفقدت ثلاثة وخزن الدولة. نعم، هي كانت يعني حالات محدودة ربما في أبين ويعني في العام 2012 وما شابه، لم تكن بهذا الحجم من التدفق من جميع الجهات كما تفضلت. أستاذ عبد الناصر، هناك عدة جهات قدمت مواد إغاثية ومع ذلك كثير من النازحين يتسولون ويراهم الناس وهم في هذا الحال من الاحتياج. هل هناك برأيك مشكلة في عملية توزيع الإغاثة في عدن وما حولها؟ حقيقة مسألة توزيع المواد الإغاثية فيه خلل كبير من خلال كثير من العوامل التي أثرت عليه، مما أفقد توازنها وأفقد منطقيتها أن تكون مساعدات، فأصبحت كأنها هدات لبعض أطراف ومساعدات لأطراف أخرى، فكان سوء التوزيع وسوء الإدارة وسوء الرقابة التي تستطيع أن تحدد مسار هذه السلة الغذائية التي يتمناها المواطن ويتمنى أن تكون طوق نجاة له، أصبحت في بعض الأوقات طوق موت لأنه يجدها في السوق تباع ولا تصله إلى المنزل للأسف. فمن يتحمل مسؤولية هذه المشكلة بشكل أساسي؟ طبعا نحن لا نستطيع أن نحدد شخصا بعينه، لكن نحن أمام جهات هي التي توصل المساعدات وجهات هي التي تستقبل هذه المساعدات وجهات التي تقوم بتوزيعها على المناطق، ولذلك نجد أن انعدام الرقابة أو جهة رقابية محددة هي التي أوجدت هذا الفراغ، ولذلك أنا أحمل المسؤولية كافة الجهات الحكومية والدولية. نشرت وسائل إعلام تحقيقا استقصائيا قبل أسابيع عن بيع المساعدات الإنسانية في السوق بواسطة فاسدين في المنظمات الدولية وفاسدين في منظمات المجتمع المدني الذين يوكل إليهم أمر التوزيع. أليس على النيابة العامة أن تفتح تحقيقا في هذه القضية برأيك، باعتبار أن هذا التحقيق وهذا النشر عبر وسائل الإعلام هو عملية بلاغ كاملة؟ جئت على الوجع وكنت أريد أن أطرح هذا الجانب بأنه لابد أن تفعل هنا الجانب البحثي فيما يخص النيابة العامة، وعليها اعتبارا قانونيا بأن ما يدور من اختلال في حق الإنسان هو قتل بطيء، وعليها أن توجه التهمة للجهات التي تقوم بهذه الانتهاكات من بيع وتقديمها للمحاكمة العليا فعلا كي تكون رادع، وإلا فما فائدة أن يكون هناك قوانين مهزلة في الأدراك. نعم، كانوا الشطاء حقوقيون، هل هناك أي إجراءات قمتم أو تقومون بها لترشيد العمل الإغاثي ومساعدة القائمين عليه في تقويم أخطائهم وتحسين طرق وصولهم إلى المستهدفين؟ في الحقيقة هناك أكثر من جهة محلية، والآن تواجدت بعض الجهات الدولية التي هي في الأصل راصدة لعملية الخروقات وعملية البيع وعملية ابتزاز المواطن الذي يعاني النزوح واللجوء الداخلي المريب. إذا كان لكم أيضا رسالة أخيرة توجهونها في هذا السياق، لأنه هذا الملف شائك ويبدو أن الوقت لن يسعنا لمناقشة كل جوانبه. نعم، رسالة أوجهها إلى كافة الجهات المعنية، وأخص بالذكر الجهات المعنية الجانب الإعلامي الذي لابد أن يقوم بدوره بتثقيف حول ما له من حق وما عليه من واجب لهذا النازح من خلال الدولة والمنظمات المحلية الداخلية والمنظمات الخارجية، وعلى أن تقوم النيابة العامة أقول والقضاء بدوره الفوري ليكون قناة رادعة
وعلينا أن نتجه لهذا الاتجاه اتجاهاً أخلاقياً إنسانياً، ونبتعد عن ذاتنا الحزبية أو ذاتنا اللا أخلاقية. نعم، طالما والجميع ينادي أساساً بإعادة تأسيس دولة النظام والقانون. المحامي والناشط الحقوقي عبد الناصر العربي، شكراً جزيلاً لك، كنت معي من مدينة عدن. مشاهدينا الكرام، ننتقل لمشاهدة هذه المادة ثم نعود. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهري أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك. كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على التليجرام. الحاج سلال عبدو، تمرست، في أمان الله.